تعالوا بمناسبة بقى البولينج والتنمر، في مجموعة من الشباب، مجموعة من الناس أنشأوا منظمة هي غير هادفة للربح، NGO يعني، اسمها Advice Seekers، يعني الباحثين عن النصيحة. قصتهم حلوة قوي، لأنه لما تسمعوا القصة هم كانوا أصلا أغلبهم كانوا بالفعل في حياتهم اتعرضوا للتنمر، اللي اتقال يا كذا، واللي كان بيتشتم، واللي كان بيتريقوا عليه وهو صغير في المدرسة، واللي 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 واللي. فالناس دي لما كبرت وخلاص بقى يعني اشتغلت وبقى ليها حياتها العملية وبقى عندها نضج كده، فكروا ان هم يفيدوا غيرهم بالموضوع ده. وحملات التوعية اللي موجودة في مصر، وحضراتكم متابعين كل البرامج دلوقتي، اغلبنا يعني طلع اتكلم وعمل فقرات عن التنمر، كيف نحارب، كيف نعم، ده مش حاجة جديدة، ده الحقيقة التنمر ده موجود في العالم كله، احنا اللي في مصر بس مؤخرا اللي بدأنا نتكلم عنه. في كل الأحوال في مثل كده بيقول لك better late than never، يعني كويس انك تبقى متأخر احسن من ما فيش خالص. المهم نعرف، اعلم ابني انه لما يشوف حد مختلف عنه شكلا، جنسا، عرقا، دينا، ايا ما كان، ماليش دعوة بيه وما تريقش عليه. وعلم ابني انه يركز في نفسه وفي شغله وفي دراسته وفي شكله وفي نظافته الشخصية وفي أخلاقه مع الناس، وملوش دعوة بغيره. زميلتنا سارة مجدي قدمت لنا تقرير عن مجموعة Advice Seekers اللي قرروا ينقلوا خبرتهم ازاي يتعاملوا وتعرضوا في حياتهم للتنمر، وازاي ينصحوا الناس والأطفال تحديدا يمكن والشباب ان هم يتعاملوا معاه. تعالوا نشوف مع بعض. البداية ما كانتش من هنا، التنمر وحش ترعرع بين الصغار حتى كبر وصار يصحبهم كحقائبهم في المدارس. الناس المتنمرين هم بيبقوا مثلا بيعملوا كده لسبب معين، المشاكل خاصة عندهم. الأطفال عموما بيتجاهلوا الموضوع، بيتكسفوا يحكوا عنه، المدرسين ما بيهتموش وبيشوفوا ان الأطفال بتهزر مع بعض، والبيرنتس مش بيهتموا ان هم يدوروا يشوفوا أولادهم مين بيعمل معاهم ايه في المدارس ومين بيعمل اي حاجة، الموضوع بيعدي ولا كان في حاجة. فبحسب إحصائيات اليونيسف حوالي 150 مليون مراهق حول العالم تعرضوا للتنمر، سواء على صورة عنف جسدي أو لفظي. كل العالم تنمر بيحصل، بس في مصر تنمر ده جديد لمصر، هو بيحصل بس الكلمة نفسها جديدة لمصر، وفي ناس مش فاهمة يعني تنمر، فإحنا منحاول نعرفهم. وفي مصر تحديداً يتعرض 70% من المراهقين لمضايقات متعمدة من زملائهم، والتي مع الأسف تترك ندوباً في أرواحهم. التنمر كان بيحصل لي، كان في شوية عيال كانوا بيلاحظوا أن أنا في حاجات في شعري، كان عندي حاجة اسمها صدفية، والحاجة دي كانت بتبان كأنها قشرة، الحاجة دي كانت مرضية فأنا ما كانش شايف أنا أتخلص منها، فكان دايما بيقولوا شادي ما بيستحماش، وساعات بيطلقوا عليا يضربوني ساعات. عدت 4 سنين بعد كده فهمت ان انا كان عندي الحاجه دي، وجيت لهم في يوم وقلت لهم انا كان عندي ده وانت كنتش مفروض تتكلموني معايا بالطريقه دي. فمصطفى اشرف الشاب صاحب ال20 عام تعرض للتنمر في صغره، مما حفزه لتاسيس منظمه Advice Seekers او طالب المشوره، والتي تسعى لزياده وعي كل من الطلاب، الاباء والمدارس عن التنمر واخطاره. انا كان في ناس كتيره بتنمر عليا وانا صغير، وانا عندي 10 سنين 11 سنه في مدارس، وجت لدرجه ان انا ما كنتش عارف اتحمل التنمر ده، حسيت ان انا مش عايز اعيش تاني، فجربت ان انا انتحر من حوالي 6 7 سنين. احنا شباب عندنا من 16 30 سنه بنعمل مبادرات في جامعات ومدارس، فكرت يوم ان انا عايز ابدا حاجه نساعد الناس فيها، حد يقف جنب الناس، عشان في ناس كتيره بيجي لهم تنمر، وفي ناس كتيره يعني بيجي لها اكتئاب. فبعدين جات لي فكره ان انا انزل للمدارس واساعدهم في المدارس. That's right.
عندنا كذا فريق في السبيكرز تيم، دول اللي بيطلعوا في الكامبينز، هم مهمتهم ان هم يوصلوا البوينت للاطفال. احنا رحنا 68 مدرسه وثلاث جامعات عشان نوريهم ازاي يتعاملوا بالتنمر، ازاي يوقفوه، وازاي لو حد تنمر عليهم ازاي يقفوا نفسهم. انا بخرج وبصور فيديوز، حبيت اعمل كده في ادفايس سيكرز عشان دي حاجه ليها علاقه بدراستي، فاتبسطت ان انا اقدر اعمل حاجه بحبها وبفهم فيها في نفس الوقت بحاجه ليها جود كوز وليها معنى. احنا بنعمل فيديوز على الفيسبوك، فعايزين نساعد الناس اللي على الانترنت والناس في المدارس. انا نفسي مبسوطه من شغلي كده، ان حاسه ان فعلا بيجيب نتيجه وحاسه ان فعلا بيساعد الناس، وده عامه هدفي في الحياه عامه ان انا اساعد حد. حلمي ان احنا نكبر اكبر اكبر كده، يعني عايزين نبقى كبار قوي، عايزين نبقى حوالين مصر كلها. سارة مجدي، مساء دريم.